خذ أن رأت عيناي أول معلم أحسست أني. واجهة قباء أو الشارع المشاة نحو مسجد قباء، لنتعرف عليه أكثر. تابعونا. للمسجد النبوي يقبل خافقي في مشيه متعثر وجل خجول، فوقفت أبكيه على طلل له. أواه لو أسطيع قابلت الطلوع. يا باب روضته إذا فتحت لنا وكأنها الجنات تفتح للدخول، ما بين منبره الكريم. مذ أن رأت عيناي أول معلم أحسست أني مثل طفل في ذهول. هذا قباء الخير. هنا في شارع قباء يمكنك اختيار أي هدية للأحبة طباعة فيها أو كتابة أو نقش اسمه. مذ أن رأت عيناي أول معلم أحسست أني مثل طفل في ذهول. هذا قباء الخير أول مسجد وأساسه التقوى بنهج لا يحول. للمسجد النبوي يقبل خافقي في مشيه متعثر وجل خجول، فوقفت أبكيه على طلل له. أواه لو أستطيع قابلت الطلول. يا باب روضته إذا فتحت لنا وكأنها الجنات تفتح للدخول، ما بين منبره الكريم. مذ أن رأت عيناي أول معلم أحسست أني مثل طفل في ذهول. هذا قباء الخير أول مسجد. وفيه أيضا محلات كل شيء باثنين ريال. للمسجد النبوي يقبل خافقي في مشيه متعثر وجل خجول، فوقفت أبكيه على طلل له. أواه لو أسطيع قابلت الطلوع. يا باب روضته إذا فتحت لنا وكأنها الجنات تفتح للدخول، ما بين منبره الكريم. مذ أن رأت عيناي أول معلم أحسست أني مثل طفل في ذهول. هذا قباء الخير أول مسجد وأساسه التقوى بنهج لا يحول. للمسجد النبوي يقبل خافقي في مشيه. في شارع قباء أيضا يوجد هذا المجمع، مجمع الداودية اللقب بمجمع الكعكي، لنشاهد أرخص الأثمان. يا باب روضته إذا فتحت لنا وكأنها الجنات تفتح للدخول، ما بين منبره الكريم. الآن دخلنا هذا المركز والتي تحب العبايات من النساء، فلكم هذا المحل. أني مثل طفل في ذهول.
هذا قباء الخير أول مسجد وأساسه التقوى بنهج لا يحول. للمسجد النبوي يقبل خافقي في مشيه متعثر وجل خجول، فوقفت أبكيه على طلل له، أواه لو أسطيع قبلت الطلول. يا باب روضته إذا فتحت لنا وكأنها